مرحبا، شانكم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة يا ربي. اليوم رح أسوي وياكم باسترما. المكون الأساسي للباسترما هي لحم مفروم، ثوم فرش. تحتاجون سنين من الثوم إلى ثلاثة، أنتوا حسب ما تحبون الكمية. وأيضا رح نحتاج أبهار مشكل أو سبع أبهار أو بهار خاصة مع الباسترما موجودة بالسوق، تقدرون تستعملوها. بس السر بالخلطة هنا عندنا راح أنطي لكم، وهو كلش ضروري ومهم لإنجاح الباسترما تطلع عندكم نفس اللي بالسوق وأطيب طبعا، يعني اللي بالسوق الجاهزة اللي نشتريها ما نعرف إيش خالين بيها، بس هاي على إيدنا راح نعرف مكوناتها الأساسية. هم اللي يستخدموها بالسوق يعني الجاهزة اللي نشتريها خالين بيها بهارات. البهارات الشيء المميز بهاي البهارات هي جوزة بواء أو جوزة الطيب، يعني إذا تستعملون أي نوع بهارات، إذا كانت بهارات باسترما أو إذا كانت سبع بهارات عندكم تستعملوها أوكي ماكو مشكلة، بس لازم تجيبون جوزة الطيب أو جوزة بواء على صفحة وتخلون قد تخلون بهارات مقابلها بنفس المقدار تخلون جوزة الطيب، لأن هي اللي تساعد على إنجاح الباسترما. وأيضا ما ننسى شوية فلفل أسود وملح. هاي كل اللي نحتاجه للباسترما مالتنا. أوكي؟ اللحم والبهارات. راح نضيف البهارات والثوم. أوكي؟ ونعجنها زين حتى نتأكد من أخذت كل النكهة على المضبوط. هسه بالشكل هذا مثل ما تلاحظون اصبحت عندي جاهزه الخلطه تماما. بالنسبه للمقادير اللي استخدمناها كانت نص كيلو من اللحم المفروم، ملعقه كبيره من الثوم، وملعقه كوب جوزه الطيب جوزه بواء، وملعقه كوب من باسترما بهارات الباسترما الجاهزه، وملح وفلفل اسود. هاي كل المقادير اللي احتاجيناها، وايضا راح اكتبها بصندوق الوصف. واللي ما يشترك ويانا خليه يشترك بقناتنا وايضا يفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم من عندي كل جديد. واللي يحب يشترك ويانا ايضا على الفيسبوك، الفيسبوك مالتي اللي اسمه Everything with نغم او كل شيء مع نغم، فاهلا وسهلا بالجميع فتابعوني. هسه راح ننطي الشكل النهائي للباسترما مالتنا. استعملنا هذا النايلون، مدينا طبقتين. هسه ناخذ كمية من اللحم وراح نمدها بهالطريقة، نشكلها حتى نحصل على اسطوانة مثل شكل الاسطوانة، حتى ناخذ نفس اللي الفكرة مال الجاهز. اوكي هذا الشكل اللي اريده. هسه راح اخلي النايلون بهالشكل هذا وابرمها شوية. تلاحظون نضغط عليها منا نصطفحتين، نضغط عليها وندحرجها بهالشكل هذا على مود نطلع الهواء اللي بداخلها. اوكي ونبدي نلفها، ونبدي بلفها هذا اصبح شكلها عندي. هاي اول قطعة وراح اكمل باقي المقدار عندي كله بنفس الطريقة حتى اخليها بالفريز، وبعدين نطلعها نقطعها ونسويها ويا البيض. يصير عندنا بيض وباسترما او باسترما بالبيض. اوكي نفتح النايلون.
يعني المقدار اللي عندنا راح يصير تقريبا اذا مسويها انتو يعني على قد عائلتكم، حتى كل ما طلعوا لكم قطعه تسوون بسطرمه بالبيض تسووها على قسمين او ثلاثة اقسام حسب ما انتو تحبون. انا سويتها هنا أنا ثلاثة اقسام، هو قسمين يكفي، بس انا على مود عائلتي صغيره هذا يكفيني المقدار. اوكي، وبهالشكل هذا لاحظوا نلفها يعني هاي كافية مع شخص واحد. اوكي، شكلها شان حلو، بس تجمد راح نقطعها ونقدر نسويها ويا البيض. بهالشكل هذا وصلنا لآخر قطعة. هسه انتهينا، هذا النص كيلو مالتنا بهالشكل هذا اصبحن جاهزة. هسه الخطوة المهمة جدا حتى ناخذ الشكل اللي احنا نريده راح ندخلهم للفريز، ننتظر عليهم فساعتين ثلاثة لحد ما يجمدون عندنا تماما، بعدين نقطعهم ونسويهم ويا البيض وراح نشوفكم النتيجة بنهاية الفيديو ان شاء الله. تابعوني. خبزنا أصبح جاهز وتحضيراتنا همينا جاهزة، وراح نشوفكم شلون طلعت ويانا الباسطرمة ما بعد ما جمدت، وراح أيضا نسويها ويا البيض حتى نشوفكم النتيجة الأخيرة. هنا أنا جمدت عندي الباسطرمة، أنا ليش سويتها عدة أقسام؟ سويتها عدة أقسام وكنت أقدر أسويها يعني قسم واحد، بس من راح نقطعها وأضمها بالفريز الزايد راح تلزم عليها ثلج، لهذا السبب ما سويتها، قطعتها على مود كل ما أحتاج أطلع على قد اللي أحتاجه. أوكي؟ ريحة الباسطرمة هنا أنا قطعناها وهي جامدة مثل ما لاحظتوا، كانت قوية علي لأنه قطعتها وهي بعدها جامدة، فأنتوا إذا تحبون تخلوها شوية تذوب لأنه إذا ذابت هواية بعدين راح تفرط من يمكم، بس بهالشكل هذا تبقى متماسكة. شوفوا هي بثلجها أحسن تتقطع، كلها مفكت عندي ولا شوية.
من تخلوها على نار هادئة هي راح تذوب لحالها وراح تتقلى عندكم بكل سهولة. اوكي ويلا خليكم وياي خلينا نكمل الفيديو. ان شاء الله الطبخ نخلي شوية زيت نجيب الباسترما مالتنا ننتظر شوية يصير حار. يحمل دهن فقرة ريحة البسطرمة من البيت واللي يسويها بالبيت يعرف مدى نظافتها يعني واحد يسويها على ايده وايضا اللي هو بالخارج لا يقول بسطرمة ما عندنا هو يقدر يسويها وين تكونون تقدرون تاكلون بسطرمة مو شرط اللي جايين للعراق يقدر تقدرون تاكلون بسطرمة. راح نوصل النار حتى ننتظرها تستوي على راحتها وبعدين نخلي البيض عليها. اوكي استوت عندي هسه راح اطق البيض. هسه اعلي النار عليها شويه اوكي وراح نخلي شويه ملح رشه ملح وايضا ما ننسى نخلي رشه فلفل اسود. رشة خفيفة خاف يعني الباقي ما يحبوها بالنسبة للفلفل ما يحبوا سبايسي فاني اخلي رشة خفيفة لان بس انا احب الفلفل. والشاي استوى عندنا وفطورنا راح يجهز بعد دقائق. بالشكل هذا انتهينا من البسطرمة مالتنا، البسطرمة بالبيض سوينا،
حتى تشوفون نتيجتها النهائية. ولو تعرفون ساعة بيش هسه ساعة 5:30 الصبح، واني مسوية باسترما بالبيض وتوني مخلصة خبز، وهاي العصرانية مالتنا اصبحت بال5:30 الصبح، لانه مثل ما تعرفون النومة مالتنا تغيرت، ننام ساعة 10 الصبح ونقعد بال10 بالليل وهكذا من وراء كورونا. كورونا اوكي، عشان خبزي يخبل ولا ألد ولا أطيب. على فكرة هذا يعني اسمه مثل العيش، يعني شوفوا الجودة مال الخبز مالتي، شوف شانه هاي الجودة مال الخبز، تردوه تعتبروه خبز تعتبروه عيش كيفكم. اوكي، الساعة 5:30 الصبح شوفوا اني ايش قد شاطرة، 5:30 الصبح خبزت وسويت عصرانية، بدل ما احنا نتريق هي عصرانية مالتنا، لانه ما نتعشى هذا حيعتبر العشاء مالتنا، فشي خفيف على المعدة. وهسه راح نصب الشاي، وناكل باستا موبيل، وبعدين ننوع نحول على الدبس وراشي او على الاجبان، كل واحد حسب ما يعجبه ياكل. من بالنسبه لجهالي ابدا ما ياكلون، مثل ما اخلي السفره اشيلها. اوكي، فاذا عجبكم المضمون فلا تنسون تشتركون بقناتنا وتفعلون جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد، وايضا لا تنسون تشتركون ويانا بالفيسبوك، صفحه مالتي اسمها Everything with نغم او كل شيء مع نغم. اهلا وسهلا بالجميع اذا على اليوتيوب او على الفيسبوك، اهلا وسهلا بكم جميعا، الى اللقاء في فيديو جديد.